بمناسبة الاحتفال بالأسبوع الوطني للمرأة التشادية، فقد قام فريق من التلفزيون بتسليط الضوء على السيرة الذاتية للسيدة جنبي حسنية سوزان والتي تعمل في قطاع التدريس. تقرير عائشة أحمد دوبي. السيدة جانفي حسنية سوزان ياسمينة ولدت بمدينة أنجمينا التي تعرف قديما بفور لامي، وذلك بتاريخ الأول من مايو لعام 1949، وقد التحقت بمدارسها الابتدائية والثانوية والجامعية وأكملت المراحل الدراسية، حيث تحصلت على العديد من شهادات التزكية في طرق التدريس. كل كجريتينا في إدوكاسيون ناسيونال الدنيا تينا لقيت الدبلوم أنا إكل نورمال أنا بونغور أنا إكل نورمال جيس دنسيتير أنا صار لقيت أنا إكل نورمال سوبرير أنا نجمينا في عرض بجمال ده بطن قبل في إيساد كل لقيت أنا إكل نورمال سوبرير في إيساد ده في نجمينا ريت بلان نقرد فشان فيك لما ربنا كله قال كي أنت كانت عارفة شغل أنت لي أخو قال نان والبنتي شغل لي أخو ده وبابا ده ما سمي تعرف شغل أنتي لأخوك أنتي عندما إلا تنتي له برز ولا تنتي له شغل بلبس ولا باكل أمانة إلي مكونه البودي قدام ده أنتي لها وأنا دورت لها. السيدة جانفي تعتبر واحدة من النسوة اللائي أملنا كثيرا في السلك الوظيفي، وتم اختيارها من بين النساء الأوائل اللاتي دخلن الوظيفة العامة. وخلال هذا المشوار الطويل لم تواجه السيدة جانفي صعوبات يذكر. كنت خدمة في فونكسيون بيبليك ده مرض من سنتر بيداغوجي بي بي سي يعني عشان أنا ريفير بي بي سي أول أنا ما لقيت بي ويوم زمان ده أنت ما تجر ورا مكاتبك من سويتو ليكول قروتو خلاص أنتو أدميرة لسه أنتو مرضتو لقوتو فوق الدبلوم أنا كنت بمشي طوالي في فونكسيون بيبليك في فونكسيون بيبليك طوالي ماشي بس اللي انت كمان تبقى استاجر تمشي تجري ناس بابيرك بيجيبوا لك وخلاص تبقى استاجر كي ورا خلاص قرصه كلها انا شاريه بابكو اوكي. كما انها امراه قويه وديناميكيه في مجال خدمه الوطن والبلاد، الا انها ام لسبعه ابناء وجد ل17 حفيدا، غير ان اولادها لم ياخذوا منها ولم يسلكوا طريقها التي سارت عليه. سيمارة ما تقعدي في قدام ناس تهجي وأنا بلين نخجل البلين ما قدرت أنسي مش الحقا. ولا يقتصر دورها ضمن النساء المكافحات فحسب، وإنما هناك نساء أخريات يتميزن بخبرات ومعارف تستطيع الدولة أن تسند عليهن إدارة شؤونها وتسيير أمورها.